مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من سلسلة ابسطها لك في دقيقة هندسية. اليوم موضوعنا راح يكون عن موضوع البيم ونمذجة معلومات البناء. خلينا نشوف شو الموضوع. مرحبا، معكم جاسم مصطفى، مهندس معماري. اشتغلت في شركات كانت مين اللي هي بيم بيست، تشتغل تحت مظلة Building Information Modeling أو تحت مظلة البيم ببرامج وتكنولوجيا تدعم هذه المصطلح. المشكلة إنه ما كان حد عارف شو اللي قاعد بصير، ولا حد داري شو الموضوع، لا الكلاينتس ولا الشركة ولا الناس، ولا يعني في غلط في طبيعة فهم المشروع أو طبيعة فهم طبيعة العمل للمشروع اللي لازم يكون كومباتبل أو يندرج تحت مظلة البيم. مهم كثير ومهم جدا انه نفهم ايش البوزيشنز وايش كل واحد عليه. لما نحكي انه احنا فريق بيشتغل تحت مظلة البيم، كل واحد يعرف شو اللي له وشو اللي عليه وشو واجباته وشو الورك فلو اللي لازم يشتغل عليه هذا البروجكت. اليوم ما راح احكي كثير تفاصيل بموضوع انه ايش هو البيم فعليا وايش البوزيشنز اللي لازم تنشغل، اللي لازم يتوزع عليها البروجكت، مين اللي بهذا البوزيشن ومين اللي هذا البوزيشن وشو خبره كل واحد ضمن هذا البوزيشن. لكن اللي بنحب نحكيه انه لازم كل شركه بتشتغل في بروجكت، هذا البروجكت تتطلب خلينا احكي ستاندرز معينه ضمن منظومه البيم، فهي لازم انها تكون عارفه شو الجوب ديسكريبشن تبع كل واحد من التيم اللي قاعد بيشتغل، ايش يعني بيم موديلر، ايش يعني بيم كوردينيتر، ايش يعني بيم تكنيشن، ايش يعني بيم مانجر، تكنيكال مانجر، بروجكت مانجر. هل البيم مانجر والبروجكت مانجر هم نفس الشيء؟ ديفينتلي لا. هل البروجكت مانجر بيقدر يعمل شغل البيم مانجر؟ ديفينتلي لا. هل التكنيشن او التكنيكال مانجر لازم يعمل بيم مانجر خلينا احكي جوب ديسكريبشن؟ ديفينتلي لا.